ترى اللي صار أمس مو عادل يا مشاري. صدقني يا عمي اللي صار أمس كان لازم يصير. بس أنت قاعد تلعب بالنار يا مشاري. أنت على بالك أنا ما أدري شو قاعد يصير؟ وش اللي قاعد يصير؟ أنت قاعد تتقرب من عبد الوهاب عشان توسخ إيدك بأمور أكبر من حجمك. عيل أنت ما فهمتني. فهمني. أنا مو خايف على عبد الوهاب. أنا خايف على رزقتنا. علشان كذي اليوم أنا جبت الريايل عشان أعلم الناس حجمها. ولك عين تقول لي؟ آه ذاك، خلني أفهمك أول شيء. أبو نجلاء الله يسلمك قرر يفتح هني تجارة وأنت بتكون النوخبة. زين؟ وحسين ريالي شد في الظهر، خوش مجدمي. يعني خلاص؟ نويت تتركنا؟ لا أنا ما راح أتركك إن شاء الله. بس أنا بجابر الشغل هني. إن الله يسلمك أنا صارت عندي علاقات مع محلات البهارات والخامات. قررنا نفتح حفيز هني. وأنا بصير عينك هني وجابل هالحفيز. بعد أبو نجلاء صار له فترة مو جابل الحفيز ما يعرف يعني. أنت على بالك أنا غشيم. فلوس الذهب ما بيها. ما آكل فلوس حرام. دامك صريح معاي أما أنا بكون صريح معاك. ترى فلوس الذهب الحين قلت ما هي الأولية. وأنا الله يسلمك صار لي سنين أشتغل وما أصرف على أحد وجمعت لي مبلغ محترم. وأبشرك قررت أتزوج ببندل. تاخذ هندية؟ لا الله يسلمك. هاي من تاخذ؟ نجلة بنت عبد الوهاب. ليش لما خير ها؟ اي وين كنتوا؟ طالعين ليش تسأل؟ أدري ماني عمي شايفكم. وين كنتوا طالعين؟ أنت شنو أبونا ولا أمنا عشان تسأل وين رحنا وين جينا؟ أنت اسكت ولا كلمة. أنا قاعد أكلم حسين مو شغلك. شاري تعوذ من ابليس الدنيا ليل انتحر الشيطان وروح نام. عبد الوهاب يدري انك طالع مع بنته؟ هو شيء هالشيء ما يخصك. وثاني شيء قلت لك انتحر الشيطان وروح نام ما له داعي وقفتك هذه. الحين صار مو شغلي؟ لما اكلم لك النوخذة علشان يخليك عنده مجدمي ويدفع لك الدين اللي عليك عند النوخذة ابو عباس صار مو شغلي ها؟ والمراد اترك البنت هم عايشين بعالم وانت بعالم ثاني فهمت؟ مشاري محمد قدري كيو بيا دونك لك جانا كريا يا ما مشاريكو هو احمد هي شنو ايش قاعد يقولون امشي امشي مشاري ايش قاعد يقولون امشي يا ابو حسين تكفو حسين لا تخليني حسين ما تسمع الحكي. وادبي کا مینیجر ہے؟ میں ہاں صاحب میں آپ کو پہلا بتایا تورا جاد کا کیا بس کرو انا اعرف المشتكي خلينا نحل المشكله بشكل ودي الله يطول بعمرك ترى احنا ما سوينا لهم شيء هم اللي بدوا ما عليه خلينا ندفع الغرامه وتطلعون وبعدين يصير خير يلا
ناخذه. ترى اللي صار هذا كان لازم يصير. على الشرطه لا تحاتي. تسكت ولا كلمه. زين السالفه اللي جات على كذي. زين عبد الوهاب يفهم؟ عبد الوهاب يدبر اموره بذاته. ما انا لي شغل الخاص. تسمعون كلامي حياكم الله. واللي عنده اعتراض ما يشوف شر. احمد وينه؟ احمد ناطرين نخلص اجراءاته عمي.